اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الكوسه بالبشاميل اللي لما بنعملها لها مدرسه، ساعات مننا تصيص، ساعات يبقى فيها صوص كتير، الكوسه تنزل الميه بتاعتها على اللحمه المفرومه على البشاميل، تبقى العمليه مش مفهومه. حكايه الكوسه بالبشاميل لها تركايه، هنشوف نعملها مع بعض ازاي، باللحمه بالفراخ زي ما انت حابه. معانا كمان النهارده طاجن الفول بالطماطم اللي انا بحبه، ممكن على وجبه الفطار، وجبه الغداء، وجبه العشاء. طبق الفول ده اساسي في حياتنا، ولكن احنا شطار جدا في عمايله، والفول من الاكلات المصريه الموثقه في انحاء العالم. فول بالطماطم اكيد برضو له تركايه، كزبره خضراء، بقدونس حسب الرغبه. طبعا معايا النهارده عصير السموزي الكيوي بالليمون. كيوي فيتامين سي، الكيوي مهم جدا، الاطفال مش بيحبوا ياكلوه او يستخدموه كعصير لانه فيه شويه حموضه ومزازه، فتعالوا نعمله النهارده سموزي مع ليمون وسكر او عسل، هيعجبكم على فكره، ودي من العصائر المفيده اللي بتمد الاطفال بالذات وخاصه كمان الكبار بالطاقه وفيتامين سي، ومهم جدا. مش عايز اطول على حضراتكم لان عندي تفاصيل كتيره النهارده في الحلقه بتاعتي، وعندي كوسه بالبشاميل اللي بالتاكيد فيها شغل كتير. هستاذن حضراتكم ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير او هتروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا مع بعض هنبدا نشتغل ازاي في الحلقه بتاعتنا. فيها شغل كتير للامانه. هتقولي لي بقى الكوسه بالبشاميل ما بتاخدش وقت مني؟ لا، طريقه استخدامنا للكوسه في اطباقها سواء نعملها يخني او نعملها محشي او نعملها بالبشاميل بالتاكيد في تركايه. معانا مقادير الكوسه بالبشاميل على الشاشه. كوسه وتشتريها حجم كبير شويه، بغير غير الكوسه الحشو. الكوسه لما نيجي نعملها نشتري الكوسايه الكبيره. معانا لحمه مفرومه، ومعانا جبنه موزاريلا، ومعانا طبعا التوابل بتاعتنا، بصل وتوم، شويه بقدونس، معانا روزماري، توابلنا ملح وفلفل والبهارات البابريكا. تعالوا مع بعض نشوف هنعملها مع بعض ازاي. طاسه على النار، نبدا الاول في تعصيج اللحم. حلو الكلام. بصلايه، معلقه زيت صغيره كمان. وانت بتعصج اللحم لازم تحط في الاعتبار انت بتعملي كوسه بشاميل، لازم اللحمه المفرومه هنا تتعصج بطعم مميز. اهو تاخد تحميره البصله، ما تستعجليش عليها. في البعض بيحب يعصج اللحم المفروم بالبصلات تبقى نيه، تبقى اللحمه والبصل الاثنين، البصل مش مستوي بس اللحمه مستويه، فانا ما بحبش الجو ده من الطعم. فلازم البصلايه هنا تاخد لون في التحمير اهي، تستنى عليها شويه لغايه لما تاخد لون. ما نستعجلش يعني ونحط اللحمه المفرومه بالشكل ده كده. محتاجه شويه سمنه بلدي. والله عندك سمنه بلدي، ماشي، عندك زبده حسب الرغبه. استخدامك دايما للماده الدهنيه اختياري. والبصلايه بتتحمر، بتحط عليها شويه زعتر عشان عيونك وريحه المطبخ. تبداي تتبيل البصله بالبهارات، البابريكا، شويه كمون، ادلعها كده، الفلفل الاسود. اصبحت البصله هنا جاهزه للحمه المفرومه اهي. ده الغرض من ان انا اتبل البصلايه واخليها تاخد لون وتتحمر. بالتاكيد طبعا هتدي للحمه المفرومه طعم. الله عليك، شفت البصلايه ولونها وطعمها وشكلها اهي. نيجي بقى للثوم، ينزل هنا. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ كده انت بتبني الهرم الغذائي. بصل قيمه غذائيه عاليه، ثوم غني عن التعريف، داخل في كل حاجه ما عدا الحلويات اهو. ناخد اللحمه المفرومه الحلوه دي كده. الله، ضاني كندوز اللي عندك، مش هنقول لا، اهم حاجه مفرومه حلوه كده وتكون مفرومه ناعمه، بلاش المفرومة الخشنة مع الكوسة بالبشاميل. هنقلب دي كده. ده الهدف من ان انا بحمر البصلاية واتبلها قبل ما انزل باللحمة المفرومة، ده اللي بتكلم عليه اهو. انما انا احط البصل ني مع اللحمة واقعد احمر فيهم، اللحمة هتستوي والبصلاية هنا هتبقى ريحتها مش لطيفة جوه اللحمة. ده الهدف بتاعي واتبلها كده واقلبها كده واسيبها على النار تاخد راحتها خالص في التسويه.
والبصلية بتتحمر مع اللحمة المفرومة. تعالوا نشوف الكوسة هنتعامل معاها ازاي. أكلة فيها وش كتير وغلبة كتير على فكرة. نسوي الكوسة الأول، ناخدها كده لازم تتقطع بالشكل ده عشان تبان شخصيتها في قلب الكسرولة. ممكن تقطعها بالطول كده كمان زي ما انت عايزة. كوسة بالبشاميل، عشان كده قلت وانت بتشتري الكوسة تجيب الكوسة الكبيرة تخينة عشان تبقى ملحمة في ايدك كده. غير كوسة الحشو طبعا. الاكل ده على فكرة من الاكلات لو انت عملتها صح بتقعد عندك يومين ثلاثة في التلاجة، تطلعي منها وتسخني بتبقى عاملة زي اللازانيا او عاملة زي المكرونة بالبشاميل. مدرسة البشاميليات بتقول ايه يا مغازي؟ بتقول ان البشاميل في حالة لما استخدمه مع الخضار لازم البشاميل يكون تقيل، في حالة لما استخدمه مع البسطة لازم البشاميل يكون خفيف. ليه المعادلة دي؟ خفيف مع بسطة، البسطة بتديني النشويات، تقيل مع خضار، الخضار بيديني سوائل. نبدأ نسلق الكوسة بتاعتنا. شوية ملح، عصرة ليمونة حلوة، بنهيئ الكوسة بقى لليالي البشاميل. عصرة ليمونة مع المية المغلية وشوية الملح. ناخد الكوسة بتاعتنا دي يا عم الشيف بنسقطها في الماء المغلي بالملح. ليه ملح مع المية المغلية؟ عشان الكوسة تبقى خضراء. حلو قوي. جميل قوي. زي عيني. حاضر. الا اللي وقعت دي اهي في قلب المية. حلو الكلام. كده الكوسة زي الفل. بنقلبها تقليبة حلوة. الله، تاخد غلوة والتانية بنرفعها من النار. غلوة والتانية بنرفعها من النار. المدرسة بتقول ايه هنا بقى؟ المدرسة المغازية بتقول ان مية الكوسة هنا قيمتها الغذائية عالية جدا، فيها الفيتامين، فيها السوائل بتاعة الكوسة. ايه المشكلة لما اخدها ادعم بيها اللحمة المفرومة، ادعم بيها البشاميل بتاعي، ادعم بيها الطعم، وبلاها مية عادية؟ هي دي المدرسة. مية الكوسة لازم استفيد بيها، كأني سلقت الكوسة عملت منها شوربة خضار، أو سلقت الكوسة عملت منها خضار سوتيه، هي دي المدرسة. أنا مش بسلق مكرونة هنا عشان أتخلص منها. اللحمة المفرومة بتستوي اهيت. المطبخ فيه تفاصيل كتيرة على فكرة، ممكن أعمل حاجات كتيرة من غير ما أتكلم وتعدى عليك عادي مفيش أي مشكلة، بس أنا مش ببخل بأي معلومة صغيرة ممكن تفيدك في المطبخ. اللحمة المفرومة اهيت بتستوي بالشكل ده كده. بنحط عليها شوية طماطم. اختياري بقى، عايز اللحمة المفرومة بطماطم حطي، عايزاها من غير طماطم حسب الرغبة. بس المشكلة لو حطيت معلقتين طماطم مضروبين في الخلاط معاهم معلقة فليفلة حلوة بحبها أنا دايما في الأكل، بتدي فليفر حلو بتعلي من الطعم. وأعصج اللحمة كده وأسيبها على النار تاخد غلوة، توابلها مظبوطة، ملحها مظبوط، تحميرة البصلة ادت لها شخصية وخليتها طعمها حلو، واسيبها كده على النار زي الفل. ناخد ده كده ونخليها على النار معانا. نبدأ نشتغل في البشاميل. كل ده عشان اعمل اكلة كوسة بالبشاميل يا شيف. نخليها كده على النار زي الفل. تعالوا نعمل مع بعض البشاميل بتاع الكوسة. مقاديره دقيق، معلقتين من الدقيق، وسمنه، وحليب. اضافه كريمه لباني للبشاميل اختياري حسب الرغبه. حلو قوي. تعالوا نعمل شويه بشاميل حلوين. اللهم صل على النبي. معانا الدقيق ومعانا السمنه. كتر سمنه مفيش مشكله، نقلل اختياري برضو، وانت بتستخدمي الماده الدهنيه بتاعتك حسب الرغبه. والله الصحه زي الفل وتمام. بتكتري سمنه في الرز المعمر، في الفطير المشلتت حسب الرغبه. شايفه الدنيا بعافيه وشايفه ان انا اقلل الدهون ومطلوب في العائله ان احنا نقلل وزننا شويه، يبقى انا اقلل السمنه واقلل الماده الدهنيه اللي بستخدمها. هي دي المدرسه. واحنا عندنا يوم في الاسبوع اللي هو يوم الاحد من كل اسبوع بيبقى الاكل بتاعنا صحي بنسبة 90% 85%. مرحلة أولى
ممتازة من التنسيق. شفت اللحمة على النار بدأت هي تستوي تتشرب، والكوسة بتستوي على النار. يا نعم اهو قرن الفلفل ده رايح جاي كده بيدي فليفر وطعم. اخبار السمن ايه؟ حلو. ننزل بالزعتر الحلو ده كده يدي طعم شويه للبشاميل بتاعي. شفت بقى الزعتر ده مهم جدا، تحميرته مع السمنه. ننزل بالدقيق بتاعنا. ايه الاخبار؟ يلا يلا اهو هو ده بقى البشاميل كلكع ده كلام اهو. التقليبه دي مطلوبه. ممكن تستخدمي اسباتيولا في تقليب الدقيق عشان الجوانب بتاعه الحله بالشكل ده كده اهو. شفتي اهو ده اهو. انا عايز احمر الدقيق في السمنه ياخد طعم كانك بتعملي عصيده. شفت الجو ده مطلوب على فكره. وطبعا انا مش بحب البشاميل يبقى ني. يعني ايه ني؟ يبقى طعم الدقيق فيه في البشاميل، خلي بالك بتلكم. انما البشاميل لما يستوي مع الدقيق الزبده مع الدقيق بيبقى طعم البشاميل. نشيل ده كده ونروق الدنيا. اللهم صل على النبي. ونقلب كده مع بعض. التحميرة دي مطلوب. عندي الحليب. الله زي الفل يا ويلي. ونقلب. استفيد بميه الكوسه في تكمله عمل البشاميل، ده مطلوب. استفيد بميه الكوسه في تكمله عمل البشاميل. ميه الكوسه عندي زي الفل. فيها غلبه كتير. الكوسه بتتسلق، اللحمه المفرومه بتتعصج، بنعمل بشاميل له طعم. واكله يعني مش لازم تعمليها كل يوم، يعني الاكله دي لما تعمليها حط في الاعتبار تقعد عندك يومين ثلاثه في الثلاجه مفيش اي مشكله. البشاميل اللي بدا ياخد قوام اهوت. بزوده شويه حليب. واقلب كده. الله الله على الحلاوه والجمال. انا بقى مع ان البشاميل بتاع الخضار نحط عليه بيض، دي مدرسه. حلو. بندعمه. بشاميل المكرونات والباستا والبيتزا، او مثلا بندخل العجائن البيتزا ما نحطش بيض فيها. شوف القوام ده كده، اوريك انا القوام دلوقتي. حاضر عينيا. بس انا عايز اشوف قوام البشاميل. الاستاذ عمرو قال لي هيكلكع منك. بص على الحلاوه، بص على الحلاوه. زبده. احنا قلنا بشاميل الخضار لازم يكون تقيل. بص عليه هو ده. شفت الحلاوة دي كده؟ هو ده. شوف الحلاوة. بشاميل الخضروات، كوسة، سبانخ، تنجان، لازم يكون تقيل عشان في بديل هنا. المية بتاعة الخضار او السوائل بتاعة الخضار بتعوض السماكة بتاعت البشاميل. هستأذن حضراتكم ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير. تكون اللحمة بتاعتنا اتعصجت، الكوسة كملت سواها، بشاميل جاهز معايا. هنشوف نطبق الثلاثي الجميل الحلو اللي كل واحدة فيهم حكاية، سواء الكوسة في طريقة سلقها، سواء البولونيز اللي هي اللحمة المفرومة اللي أنا عصجتها، سواء البشاميل. هنشوف في الآخر هيدونا كاسرولة لطيفة جميلة فيها خبرة طهوية، بشاميل بالجبنة واللحمة. أوعى تروحوا بعيد، تابعونا. We'll be right back.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. دايما اطباق البشاميل والطواجن، كوسه بالبشاميل، مكرونه بالبشاميل، لازانيا، طواجن مسقعه وهكذا، لازم تحط في الاعتبار الطبق اللي هتغرفي فيه او اللي هتدخليه الفرن هو اللي هيتقدم على السفره. ده عشان ما تغلطيش غلطات كتيره وتعملها في صينيه وترجعي تقلبيها تاني وتخشي في كعبله في المطبخ مفيش داعي منها. الكاسرولة اللي هتعملي فيها الكوسه بالبشاميل تحط في الاعتبار دي اللي هتدخلها على السفره، فتختارها كويسه وتكون بنفس الشكل ده كده، ده مطلوب. دي الكوسه معايا، قصدي الكاسرولة جاهزه زي الفل. اخبار البشاميل ايه؟ زي الفل تمام. تقليبه كده، احنا زودناه شويه. اطلع منه البخار السخن ده كده عشان هننزل باتنين بيضه عليه. ليه البيض يا شيف مع الكوسه بالبشاميل؟ هتشوفي دلوقتي، بتدي قوام، بتدي قيمه غذائيه عاليه جدا. زي الفل. تمام، ادي واحده كده ومعانا الثانيه في قلب البشاميل بتاعنا. البشاميل اللي باقي من ده بتخليه في التلاجة، تاني يوم بتعملي شوية بتنجان، بتعملي مسقعة بشاميل، بتبقى لطيفة وجميلة. شايف البشاميل قوامه حلو ازاي؟ الله على الريحة الحلوة، الله على جماله، الله على لونه. زائد ان هو مدعم بالقيمة الغذائية العالية جدا. تبص على القوام، عينيا مش حرمك من حاجة. هو ده، خليها عندك بقى في التلاجة، خدي منه للكوسة، خلي الباقي. أرنبيط بالبشاميل، مسقعة بتنجان بالبشاميل. لا مكرونة، لا مش حابب المكرونة يكون مع البشاميل بتاعنا بيض. أضيف البيض، معلومة غير معلومة إخواتي وحبايبي على السوشيال ميديا، معلومة غير معلومة وتحتها خط من هنا للصين، إضافة البيض لمدرسة البشامليات في حالة استخدامه للخضار يزيد قواما وشخصية. حلو الكلام؟ يعني ايه قواما وشخصية؟ يعني يخلي البشاميل والطبق كده والخضار له شخصية في قلب الطبق. ما يصيص مننا. لحمة المفرومة جاهزة، الكوسة جاهزة، تعالوا نطبق الأكلة اللي فيها غلبة كتير بس تستاهل بعد ده كله يا عم الشيف، تستاهل. ادي الكوسة معانا زي الفل. تمام، بنخليها هنا. واللحمة المفرومة جاهزة. أول حاجة هنعملها بناخد شوية بشاميل، أشيل ده من هنا بقى، أوسع كده عشان إيه؟ إخواتي وحبايبي الأساتذة المصورين. حلوة الدنيا كده؟ تمام. أول حاجة بعملها بحط شوية بشاميل هنا كده. شايفين البشاميل اللي نزل له شخصية ازاي؟ حلو. ووزعه في قلب الكاسرولة. أنا عارف إنك بتدعي لي دلوقتي. تقول لي ربنا يكرمك يا شيف مغازي، ده أنا كنت بعمل الكوسة دي تصيص مني، تبقى صيصة، ما تبقاش لها شخصية. شفت البشاميل؟ بمجرد ما حطيته في الكاسرولة بقى له شخصية، قوامه، البيض، القيمة. نيجي للكوسة بتاعتنا الحلوة دي كده، بنحطها في قلب الكاسرولة دي تاني، شفت الشقاوة؟ شفت خضارها وجمالها؟ حلو الكلام. باخد عليها يا عم الشيف، اللهم صل على النبي، معلقتين دقيق صغيرين كده. شفت الجو ده كده؟ اعتبري ان الكوسه هي لازانيا، اللازانيا دي رقائق مكرونه، هي نفس مكونات عجينه المكرونه، بتتباع في اي سوبر ماركت. عريضه، بتبقى 3 في 6 و3 في 9 تقريبا. حلو الكلام؟ بنجيبها من غير سلق. نجيب نوعية جيدة ونعمل البولونيز ونعمل البشاميل هنا بقى خفيف جدا، خفيف جدا، قوام اللبن الرايب، البشاميل غير البشاميل ده خالص. والبولونيز بتاعنا واللحمة المفرومة برضو تاخد صوص طماطم وتبقى ايه؟ خفيفة. حلو الكلام؟ حلو الكلام قوي. ونرص شرايح اللازانيا نفس الطريقة بتاعت الكوسة، ونحط كده الطبقات. الله، تاكلي صوابعك وراها.
لسه ما خلصتش. اصبر على رزقك يا طيب. اللي انت عملته ده شويه بشاميل في قلب المفروم كده، عشان لما نغرف الطبق بتاعنا اللحمه المفرومه دي ما تجريش في الطبق. الله. ونبدا نرص الطبقه الثانيه من الكوسه. شفت وجود البيض في البشاميل هنا له دور كبير ازاي؟ دي بعد ما تستوي هتتفرج عليها. نبدا نرص كده الكوسه، عشان كده في المشتريات لما بطلب من المساعدين بتوع المشتريات بقول كوسه حجم كبير سميكه تخينه، ما نجيبش الكوسه بتاعت الحشو عشان تديني لحمه، تديني ايه شريحه عريضه زي دي كده. برص كده وفي الاخر بحط شويه البشاميل بتوع على الوش مخلوطين بجبنه موزاريلا. يا ويلي تاكلي صوابعك وراها. برصها كده زي الفل وغطي اللحمه بالكوسه. طريقتك وانت بتقطعي الكوسه فيها خبره، تعالي شرايح بقى وتحطها في الميه تتسلي لغايه لما تتهري منك، ما تعرفيش تمسكيها حتى وتحطها في الكسروله. كل المشاكل دي ممكن تواجهك. ليه بقى وانت معاك شيف شاطر؟ نو اها جالي سلام الكنترول دلوقتي، مش هقول مين عشان دي مش كويس. ما ينفعش احمر الكوسه بالبشاميل خالص، كوسه تتسلق. شفت بقى ازاي؟ نهزها كده، هو ده. ونيجي للبشاميل بتاعنا اللطيف ده كده. والله شغلانه غلبه. بنحط شويه جبنه موزاريلا، نص الجبنه دي كده الله عليك امشي، ونحط عليها البشاميل الله، ونقلب شويه البشاميل الحلوين دول مع الجبنه. مدرسه، دي مدرسه لوحدها. شفت يا موزاريلا بشاميل موزاريلا بشاميل، ونقلبهم كده مع بعض. عايزه شويه جبنه كمان. عندنا بقدونس ناعم يا ويلي، عندنا سنه شبت صغيره يا ويلي. هو ده، شفت الشغل ده كده. قرن فلفل سبايسي يا ويلي على البشاميل يا شيف. خليكي ماشيه مع المدرسه دي بس، الله يرضى عليك. شغل البيتزا ده انا مش عايزه مع الكوسه. نبدا نوزع كده. جربي بقى الطريقه دي وقولي رايك فيها ايه. هتدخليها الفرن في درجه حراره 180 مع التسويه التامه لكميه البشاميل المخلوطه بالجبنه والفليفر والطعم. وانا شغال كده زي ما انا شغال كده. تسلم ايدك يا ولدي. الله، يلا بينا يلا بينا. قوام، شخصية، طعم، تجديد، تغيير. الحمار هيجي منين؟ سؤال حلو قوي عجبني من الكنترول. بيقولوا لي الحمار هيجي منين؟ الحمار هيجي من السمنة اللي أنا عامل بيها البشاميل؟ هيجي من البيض اللي أنا ضايفه للبشاميل؟ هيجي من الجبنة الموزاريلا المخلوطة بالبشاميل؟ وهنتفرج عليها دلوقتي ونشوفها. ودايما يقول لك في المثل الشعبي الميه تكذب. العب يا سمك. درجه حراره الفرن عندي 180، يلا نخليها فوق كده اهي. انت بقى اعملي الكوسه البشاميل بطريقتك. المغازل النهارده عملها بطريقه مختلفه خالص، وانا عملتها قبل كده، والقاموس الجوجل يقول الشيف المغازي يقول عمل الكوسه البشاميل مليون مره على مرار تقريبا 25 سنه، ولكن المره دي مختلفه. اذا نقول هنا حقوق الطبع لدينا وبس. فدرجه حراره الفرن 180 لو انت بحثت على جوجل وكنت عملتها بالطريقه ديت ليك عندي اسبوع طهي عندك في البيت اقامه كامله تاكل من ايدي. شوف الكوسه اخبارها ايه. اللهم صل على النبي. تعالوا نطلعها مع بعض. شوف خدت لون ولا لا. اللهم صل على النبي. افتح يا سمسم.
ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ تبص عليها عينيا. تعالي يا حلوة اتفرج على الحلاوة، شوف جمال البقدونس مع البيض مع الموزاريلا مع الكوسة، خليط واحد حلو. حطي ده كده هنا عينيا. حلقتنا النهارده زي ما حضراتكم شايفين فيها شويه هزار، فيها شويه خف الدم، انتوا اللي تقولوا مش انا. الناس بتقول لي دمك خفيف على الشاشه يا شيف، هل ده صحيح ام صحيح؟ قولوا على السوشيال ميديا. معانا طاجن الفول بالبيض وحقوق الطبع لدينا، وبس وجود البيض ما اتحط مع الطريقه والتركايه ونازل على وش الطاجن ده مهم جدا على فكره. وكمان عملنا الكوسه بالبشاميل بالمدرسه المغازيه بطريقه مختلفه، عملناها مليون مره، وشوفوا الكلام ده على جوجل والصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكلة امي، ولكن المره دي بطريقه مختلفه. عملنا السموزي الجميل الحلو بالكيوي والليمون بطريقه السكر مع النعناع. رؤية فن ابداع، بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.